حياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة سؤال وجواب. للتذكير، للمشاركة في هذه السلسلة يمكنكم طرح الأسئلة على رابط تل أو استخدام تعليقات اليوتيوب أو مراسلتنا على تويتر أو بالمشاركة في سيرفرنا على الديسكورد. بخصوص حسابنا على تويتر، نذكركم أن حسابنا ننشر فيه معلومات عن الممالك الثلاث بشكل يومي، كما نستخدمه للإعلان عن جديدنا. لذلك إذا عجبكم محتوانا ننصح بشدة بمتابعة حسابنا على تويتر. أيضا لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. سؤالنا اليوم عن شونيو. يقول السؤال: كيف مات مستشار تساوي شونيو؟ ملابسات موت شونيو هي من أكثر المواضيع المعقدة في تاريخ الممالك الثلاث، وأكثر المواضيع اللي نوقشت من المؤرخين في الممالك الثلاث. في البداية لازم نتكلم عن أول شيء منو شونيو وشنو الدور اللي كان يلعبه في معسكر تساوي، بعدين نتكلم عن نوع الخلاف اللي صار بينه وبين تساوي وشنو صار بعد الخلاف هذا. في البداية، شونيو هو من أسرة كبيرة جدا، ومن أسرة نبيلة وعريقة حصلت على مناصب في البلاط الإمبراطوري على امتداد أجيال، لذلك كان له نفوذ كبير وكان يعامل معاملة الرجل النبيل جدا. خدم تساوتساو منذ بداياته، وبعد ما تساوتساو استضاف الامبراطور ووضع تساوتساو الامبراطور في عاصمة جديدة في مدينة شو تشانغ. أما تساوتساو ما كان يعيش في مدينة شو، بل إن معظم فترة تساوتساو كان في مدينتي خاصة بعد توحيد الشمال. بقي تساوتساو في مدينتي واستخدمها كمركز للعمليات أو كعاصمة له. تساوتساو كان في والامبراطور كان في لويانغ، وما كان تساوتساو دائما في العاصمة، بل إنه كان يزور العاصمة بين فترة وأخرى، كان دائما مع جنوده. طيب، كيف كانت تساوتساو يمارس سلطته في الامبراطورية إذا كان هو في مدينة والامبراطور في مدينة ثانية؟ باختصار، بشكل رسمي تساوتساو محافظي، وباقي الجنرالات هم محافظين على مناطق أخرى. لذلك هذول الأشخاص كانوا ماسكين مناصب مساوية لتساوتساو على مناطق أخرى بشكل رسمي، لكن بشكل واقعي كلهم كانوا رجال يدينون بالولاء لتساوتساو نفسه، وكان ولاءهم لتساوتساو وليس للإمبراطور. نفس الشيء البلاط الإمبراطوري، تساوتساو كان حريص أنه يضع أشخاص يدينون له بالولاء وهو شخصيا وليس للإمبراطور أو لسلالة الهان. من ضمن الأشخاص دولي شونيو، دونغزاو، وتشيلو وغيرهم. شونيو هو أهم هؤلاء الأشخاص لأنه كان رئيس سكرتاري الإمبراطور. منصبه هذا يخوله بكتابة ومراجعة وتعديل كل ما يصدر من الإمبراطور من مراسيم وقرارات، سواء قرارات تعيين أو قوانين جديدة أو تكريمات أو تشريفات أو أي شيء يطلع من الإمبراطور أو يدخل للإمبراطور كان يمر على شونيو. شنو سبب الخلاف بينهم؟ ليش صار في خلاف؟ شونيو بقي في خدمة تساوتساو في البلاط الإمبراطوري لسنوات بلا مشاكل. عام 214 صارت فيه مشكلة لتساوتساو، وهي شخص يدعى كونغ رونغ. ببداية كونغ رونغ كان محافظ لمدينة بيهاي، وعام 200 استسلم لتساوتساو وبقي في خدمة تساوتساو. خلال الفترة هذه كونغ رونغ كان منتقد لتساوتساو بشكل علني، وكان دائما يتكلم على تساوتساو، كان دائما ينتقد سياسات تساوتساو. من ضمن الشغلات اللي قالها كونغ رونغ نقطة مهمة، وهي أن تساوتساو احتضن الامبراطور وسيطر على الحكومة وحكم باسم الامبراطور، ونتج عن هذا توحيد 9 أقاليم وإعادة استقرار الامبراطورية. والآن كبر الامبراطور ووصل إلى سن النضج وأصبح قادر على إدارة البلاد، لذلك على تساوتساو أنه يسلم الامبراطور دفة القيادة ويعتزل الحياة السياسية، يعود إلى مدينته ويعيش فيها. النقطة الثانية اللي أثارها كونغ رونغ هو أن تساوتساو عنده 4 ألقاب مركز. طيب، أول شيء خلينا نطق بريك نقول شنو المركز. المركز هي ألقاب إقطاعية تشريفية تعطى للشخص يعين أو يعطى لقب مركز على قرية معينة، لا يعني أنه يعيش في القرية هذه، ولا يعني أنه مدير أو محافظ للقرية هذه أو عمدة للقرية هذه. كل ما يعني لقب المركز هو أنه يعطى نسبة من ضرائب هذه المنطقة فقط، فهي لقب تشريفي تكريمي لا أكثر، ويورث للأبناء في حالة الوفاة. تساوتساو كان عنده 4 ألقاب مركز بسبب مساهماته في توحيد الصين إلى هذه الفترة. قانون الصين وقتها يقول إذا أنت مركز على قرية لا يشترط أنك تعيش فيها، لكن إذا أنت مركز على منطقتين أو 3 مناطق أو 4 مناطق مثل تساوتساو يجب أن تسكن في أحد المناطق اللي أنت مركز عليها. هذا كان اتهام خطير وصحيح من كونغ رونغ، وسبب إحراج سياسي لتساوتساو لأنه ما عرف يرد عليها. تساوتساو رد على النقطة الأولى، نقطة أنك لازم تعتزل الحياة السياسية، وكتب مقالة موجودة في سيرة تساوتساو تسمى الاعتذارية، اعتذارية تساوتساو. ملخصها يقول تساوتساو أن أنا إذا اعتزلت الحياة السياسية ورحت إلى مدينتي وعشت فيها كمواطن عادي، أنا صار لي 25 سنة أقاتل، أكيد في عداوات شكلتها أثناء الطريق، أكيد في ناس يبون يثأرون، فإذا عشت
بروحي من دون حرس من دون جنود، اكيد راح يجيني واحد يحاول يختالني لثأر او لغيره يعني، واذا ما جاني راح يجي لعيالي او لاخواني، وانا لا يمكن افتح باب الاذى عليهم. فهذا كان اقتراح مقنع واقتنعوا فيه معظم الناس. اما النقطه الثانيه، نقطه الماركيز، كانت معضله بالنسبه لتسوتسو وما قدرني يحلها، الى ان جاء احد المستشارين وهو دونغ زاو اللي ذكرته قبل شوي، بما انه في البلاط الامبراطوري كان عنده حل قانوني لتسوتسو. يا طويل العمر، خلنا نرجع لقب الدوق، هذا لقب قديم كان يعطى لاصحاب المساهمات الكبيره في الامبراطوري، هو لقب فوق لقب الماركيز وغير محصور للأسرة الحاكمة، لأن تساوتزو ما كان عنده إلا ماركيز أو ملك أو امبراطور، ملك وامبراطور فقط للأسرة الحاكمة، لذلك كان يحتاج لقب جديد. لقب الدوق هو لقب جديد ما بين الماركيز والملك، كان ممكن تساوتزو يحصل عليه ولا يثير الشبهات، وبنفس الوقت يصير تساوتزو ما هو مجبور أنه يعيش في أحد المناطق الأربعة اللي هو كان عنده قطاعية عليها. أيضا اقترح دونغ زاو انه يعطى تساو تساو التكريمات التسع. التكريمات التسع هي مجموعة من المقتنيات والتكريمات التي كانت تعطى للأشخاص أصحاب الإنجازات في الإمبراطورية، كانت لا تعطى بسهولة. اختلف المؤرخين بطبيعة التكريمات التسع، لكنها كانت تشمل عربات وملابس وأسلحة وخمر وجاريات و آلات موسيقية وإلى آخره، مجموعة من الهدايا يعني تعطى إما مع بعض أو فرادة عادي. الشيء الوحيد السلبي في حصول تساوتساو على التكريمات التسع هو أن الشخصين اللي حصلوا عليها قبل تساوتساو هم اثنينهم كانوا فاسدين وخونة. الأول هو دونغ زاو اللي هو الطاغية اللي سيطر على الإمبراطور وقتل الإمبراطور، واللي قبله كان وانغ مينغ وهو أيضا خائن أزال سلالة الهان وأسس سلالة حكم فيها. لذلك تساوتسا كان يمشي أو يظهر أمام الناس أنه يمشي على خطى اثنين من الطغاة الخونة، لذلك كان الاقتراح فيه شوية سلبيات، لكن تساوتسا شاف أنه بشكل عام الاقتراح منطقي وأمر شونيو بتنفيذ الاقتراح هذا. وقتها كان تساوتسا في يي وكان راح يطلع من يي وكان راح يمر العاصمة يحصل على التكريمات، بعدين يطلع ويروح هيفي، بعدين من هيفي يروح روشو، كان عنده معركة مع سونجوان. فهذه كانت خطة تساوتسا، وجهز جيشه وجهز أموره أن ترى راح نوقف بلويانغ ونكمل الطريق. يوم جهز تساوتساو جيشه، شونيو أرسل رسالة يقول لتساوتساو أنا أرفض هذه الأوامر، والسبب هو أن أنت رجل تعبت لأجل الإمبراطورية ولا يجب أن تحرص على مكاسبك الشخصية، لا يجب أن تتبع أو تركض وراء المجد الشخصي والتكريمات، لذلك أنا أرفض هذه الأوامر. طبعا هذا كان عصيان لأوامر تساوتساو. تساوتساو الآن ينظر إلى شونيو على أنه رجل من أسرة كبيرة له نفوذ، قاعد يعيش في العاصمة بعيدا عن أعين تساوتساو، وله منصب كبير وكان ممكن أن يكون علاقات ويكون يسوي اللي بيسوي. فتساوتساو بدأ يشك في نوايا شونيو، خاصة أن في ناس في موقف شونيو وفي العاصمة من قبل شونيو حاول اغتيال تساوتساو. لذلك تساوتساو كان عنده حركة يقدر يسويها أنه يشيل الموضوع هذا كله وسواها. تساوتساو كان عنده منصب رئيس موظفي البلاط الامبراطوري، وهو منصب أعلى من منصب شونيو. شونيو رئيس سكرتاري البلاط الامبراطوري، لذلك تساوتساو أزال شونيو من منصبه ومشى المراسيم هذه غصبا عن شونيو، وصار تساوتساو دوق وحصل على التكريمات التسع، ونقل شونيو من رئيس سكرتاري البلاط الامبراطوري إلى مستشار في الجيش، في جيش تساوتساو. فأزيل شونيو من البيئة اللي ممكن يبني فيها علاقات، من البيئة اللي ممكن يكون فيه له نفوذ، وصار بعيدا عن الامبراطورية العاصمة، وصار في جيش تساوتساو، فصار تحت أعين تساوتساو يقدر يراقب. ومن بعيد أصلا اللقب هذا الجديد والوظيفة هذه الجديدة هي ترقية، فشونيو رقي على ورق لكن واقعيا هو عوقب لقراره هذا. انتقل شونيو داخل جيش تساوتساو وسافر معه إلى هيفي، ومرض في مدينة هيفي فتركه تساوتساو وراح تساوتساو إلى روشو. بعد ما مشى تساوتساو شونيو مات. هذا اللي مكتوب في التاريخ. في ناس واجد ينظرون إلى هذا الموضوع على أنه مثير للشك، إيش معنى شونيو ما مات إلا بهالوقت؟ ليش مات فجأة بعد الخلاف اللي صار مع تساوتساو؟ وقتها كان شونيو عمره 50 سنة، ومنطقة هيفي منطقة موبوءة، صار له فترة طويلة ما سافر مع الجيش، لكن المسافة ما كانت مسافة كبيرة، فالموضوع يحتمل كل التفاسير. في أحد الجنود اللي انشق من جيش تساوتساو وذهب إلى جيش سونجوان قال له قصة مغايرة، قال له إن شونيو تلقى أوامر من تساوتساو باغتيال زوجة الإمبراطور، وشونيو رفض، وبسبب رفضه تساوتساو أجبره على الانتحار. في مؤرخ اسمه سون شينغ ذكر قصة زيادة، قال إن شونيو مرض وأصيب بالاكتئاب بسبب معاملة تساوتساو له، بعدين تساوتساو كان يرفض مقابلة شونيو إلى أن صار شونيو على فراش الموت. يوم صار شونيو على فراش الموت تساوتساو زاره وقدم له طبق من الطعام، يوم أزيل الغطاء عن الطبق لقوا الطبق فاضي، فتساوتساو كان يوصل رسالة لشونيو يقول له ترى أنت لست مفيدا لي، خلاص انتهت فائدتك. أصيب شونيو بالإحباط والاكتئاب ومات. لذلك القصة هذه هي بيئة خصبة للنظريات
الشخصيات. قد يكون سوتساو اغتال شونيو، قد يكون سوتساو أجبر شونيو على الانتحار، قد يكون شونيو أحس بالإحباط والاكتئاب ومرض ومات، وقد يكون الموضوع مجرد سفر طويل ورجل عمره 50 سنة وبيئة موبوءة ومات. كل التفاسير ممكنة، شيء خلى المؤرخين يتناقشون في هذا الموضوع. أيضا كان الناس يتناقشون من المخطئ، هل شونيو مخطئ لأنه ما قدم ولاء لسيده وهو تساتساو، أم شونيو سوى الشيء الصحيح بتقديم الولاء للإمبراطورية وحاكم البلاد اللي هو الإمبراطور، أم الولاء هو للوطن وليس للإمبراطور؟ إذا كان الولاء للوطن وليس للإمبراطور، هل تساتساو يخدم مصالح الوطن فوق الإمبراطورية أم لا؟ هذا موضوع تلقى نقاش ديني، تلقى نقاش سياسي، تلقى نقاش تاريخي على مدار تاريخ الممالك الثلاث وإلى يومنا هذا، والمؤرخين يكتبون مقالات حول وفاة شونيو. الإمبراطور بعد وفاة شونيو سوى مراسم عزاء لشونيو وينظر لهذا الموضوع على أنها مثل ما تقول محاولة لإحراج ساتسو. إن شاء الله يكون الفيديو حاز على رضاكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والتعليق في أسفل الفيديو، وفي أمان الله.